يا غادي نهنيو نفوسنا جميعا بالنتيجة الطيبة. على كل حال هاد النتيجة الطيبة اللي لمسناها وهي نتيجة ديال واحد العمل جبار، واحد العمل مهم ديال الإخوان ديال المواطنين ديال هاد المدينة، منهم الفلاحة على مستوى المنطقة كلها، منهم الصناع التقليديين بجميع الأصناف. احنا بطبيعة الحال كنعتزوا بهذه الشريحة ديال الفلاحة وهذه الشريحة كذلك ديال الصناع، واليوم كنكتشفوا ولله الحمد بأن هذه المدينة عندها الأبناء ديالها، عندها المناضلين ديالها، عندها المواطنين الصالحين. ولذلك غادي نقولوا لجميع الإخوان المرشحين اللي ديالنا اللي كانوا مرشحين وصبحوا الآن، منهم عضو الغرفة الفلاحية والعضو ديال الغرفة الصناعة التقليدية والعضو ديال الخدمات صنف الخدمات في التجارة، هاد الإخوان على كل حال أولا صوتوا عليهم المواطنين في المدينة. كنأكد بأننا غادي نديرو يدنا في يد جميع المواطنين مع المنتخبين ديالنا من أجل واحد القضية أساسية هي خدمة المواطن، سواء على مستوى فلاحة. للجميع كنشكروا جميع الإخوان اللي شاركوا واللي ساهموا في هذه الحملة ديال الغرف. وبطبيعة الحال احنا الآن كحزب راه كنتمناو إن شاء الله بحول الله كنتمناو لجميع المواطنين باش يندمجوا في واحد العملية سميتها العمل السياسي والاجتماعي. بلا عمل سياسي وبلا عمل اجتماعي راه ما يكون والو. باش نكونوا بارزين وباينين كخص لابد باش نشتغلوا في العمل السياسي، لان الدستور كيأكد الدستور ديال 2011 على ان المغاربه جميعا خصهم يساهموا في بناء البلاد ديالهم، والمساهمه في بناء البلاد لا تكون الا عن طريق المؤسسات الدستوريه. هذه الغرف راها اساسيه ومهمه، والحمد لله احنا الان ممتلين فيها برجال وغادي نديروا يدنا في يدهم جميعا باش نشتغلوا على واحد القضيه سميتها التنميه وسميتها التوعيه وسميتها خدمه الفلاح وخدمه الصانع التقليدي وخدمه الصياد في البحر وخدمه كل الحرفيين يعني اللي كيمتهنوا المهن ديال الصناعه التقليديه او الفلاحه او غير ذلك. اخواني بغيت نقول لكم كذلك باننا احنا في واحد البلد وغادي نبنيو المؤسسات الديمقراطيه، وما يمكنش نبنيو هذاكنا ونديرو التنميه الحقيقيه الا ببناء المؤسسات الديمقراطيه. اليوم راه حنا كنديرو الانتخابات ديال الغرف والنتائج الحمد لله طيبه في هذه المدينه. في المستقبل كذلك لابد في هذه البلاد باش نبنيو المؤسسات وباش تكون الجماعات المحليه كمؤسسه تكون فاعله، وتيجي البرلمان وتكون مؤسسه فاعله، وحنا الحمد لله في بلد ديمقراطي دستوري. ولكن كذلك لابد من ان نتذكر بان في بلادنا كاين واحد الملك شاب هو محمد السادس، هو حامي الديمقراطيه وحامي المؤسسات، وكنتمنى ان شاء الله ان يكون صاحب الجلاله موفقا في بناء المؤسسات الدستوريه والديمقراطيه. ونحن بطبيعه الحال في هذا البلد نحيي جلاله الملك على العمل ديالو المستمر وعلى العطف ديالو على المواطنين وخاصه هذه الفئه ديال الحرفيين والفقراء ايضا. لذلك كنأكد باننا نحن كحزب غادي نعملوا في هذا الاطار الدستوري تحت ظل المؤسسات الديمقراطية
والمؤسسات الديمقراطية كما قلنا أنه يحميها جلالة الملك. إذن هذه المناسبة كنشكر الجميع. محمد السادس ملكنا واحد، محمد السادس ملكنا واحد، محمد السادس ملكنا واحد، محمد السادس. نضالية وكنلتمس من جميع الإخوان أننا في هذه المؤسسة كحزب احنا رحنا رهن الإشارة من أجل توعية المواطنين، من أجل خدمتهم، ويدنا في يدهم. وشكرا جزيلا.